السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا سيداتي وسادتي مرة أخرى مع هذا اللقاء المتجدد في مادة الإعجاز في القرآن والسنة، هذه المرة مع حدث كوني حدث على مستوى هذا الكون، عندما أتم المولى سبحانه وتعالى خلق السماوات وخلق الأرض. فكان هذا الاجتماع الهائل الذي ضم الملائكة، وكان هذا الحوار، وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون، وعلم آدم الأسماء كلها. فإذا هذا الاجتماع تم بعد خلق السماوات والأرض، لأن المولى سبحانه وتعالى يخبرنا بأنه علم آدم الأسماء كلها، أسماء كلها، يقول الطبري رحمه الله أسماء كل الكائنات الحية التي يعرفها الناس. وبالتالي يعني لابد لفهم مثل هذه النصوص من أن تكون لنا معرفة أولا بتاريخ الأرض وتاريخ يعني الكون، وأن يكون لنا معرفة يعني بأحدث ما توصلت إليه البشرية من وسائل التعبير. فحتى يعني الأحاديث المرتبطة بهذا والتي تتكلم عن طريق النسبية، فيذكر الحديث أن الله عز وجل خلق آدم يوم الجمعة، ذكر جميع الأيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء والخماس، كل بخلقه، الاثنين خلق التربة والثلاثاء خلق الجبال وهكذا، ويوم الجمعة وفي آخر فترة بعد العصر قبل قدوم يعني الليل خلق آدم عليه السلام. فهذا يتناسب تماما مع يعني ظهور آدم فوق الأرض، ويتناسب تماما مع المعطيات الباليونتولوجية، وهذا ليس يعني هذا نجده في أكبر المعاهد العلمية الآن، هذه النسبية نجد بأن المعاهد العلمية تجسد كل التاريخ يعني الكون في يعني في ساعة واحدة، في ساعة واحدة يعني 12 ساعة تجسد فيها كل يعني الظواهر التي تمت منذ خلق الله هذا الكون إلى قدوم آدم عليه السلام. إذن فهذا أنا وجدته في متحف بلانيتاريوم بكندا، وجدت مثل هذه الساعة موجودة بهذا المتحف، وتوجد بمتاحف أخرى يعني تلخص الزمن الكوني يعني في أسبوع. القرآن يلخص كذلك هذا الزمن مثلا في ستة أيام، في قوله سبحانه وتعالى قل إنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين، فليست يومين يعني بالمستوى البشري، مستوى الأرض أو بتوقيت الأرض، لا يعني بالمستوى الكوني، يعني هذا نموذج يعني رمزي للوقت، وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين. والآية تذكر بأن الله عز وجل قدر الأقوات في أربعة أيام سواء للسائلين، بنسبة ثلث الزمن، بنسبة ثلث إلى الثلثين، فالثلث هو لخلق الأرض وتبريدها، والثلثين هي لخلق الأقوات وتكديس الأقوات قبل أن يأتي آدم عليه السلام. نجد كذلك يعني في سورة السجدة قال المولى عز وجل يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون، فألف سنة مما نعد نحن هو يوم عند الخالق سبحانه وتعالى، في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم الرحيم. يعني هذه المقاربة، هذه المقاربة يجب أن تكون عند من يقرأ القرآن وعند من يترجم معاني القرآن. فعندما تكلم المولى عز وجل عن يعني الاجتماع الذي تم مع الملائكة والحوار الذي
تم معهم يعني يجب أن نستحضر بأن هذا الحوار ذكر المولى فيه عز وجل بأن الله سبحانه وتعالى علم آدم الأسماء كلها، الأسماء يعني أسماء ما يوجد بالأرض، ما يوجد في السماء، كل الذي الآن يعني تتوصل إليه البشرية وعبر هذه الوسائل التكنولوجية التي يصل إليها قد علمه الله سبحانه وتعالى لآدم. يعني نفس وجه السؤال للملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. طبعا الأرض والسماوات كل مكوناتها كان يعرفها آدم ولا يعرفها الملائكة، فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وبالتالي فقال يا آدم أنبئهم بأسمائهم، فلما أنبأهم بأسماء كل هذه المكونات كما يقول الطوارئ رحمه الله، فعندما نبأهم بكل هذا الذي نتعارف به يعني الآن تتعارف عليه البشرية، يعني قال ألم أقل لكم أني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. وبالتالي فعندما يعني ندرس القرآن الكريم يجب أن ندرسه على ضوء المعارف والعلوم والتجربة البشرية لكي نستطيع الوصول أو نقترب من فهم النص القرآني، لأن يعني الملاحدة الآن يتهجمون على نصوص من القرآن والسنة بدون علمهم. فالساعة التي يعني يستعملها الغربيون الآن في حصر الزمن، يعني هذه ساعة يجب أن نعتبر بأنها إحدى التعبيرات يعني في العلوم الحديثة والتي لم تكن زمن الرسول صلى الله عليه وسلم الذي عاش في القرن السابع الميلادي. وبالتالي فتعبيره بالأسبوع يعني عن 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 تهيئ الخلق قبل قدوم آدم عليه السلام، وتعبير كذلك القرآن الكريم بيومين في الزمن الجيولوجي، وأنه كدس الثروات، أن الله سبحانه وتعالى كدس الثروات في هذه الأرض وقدر فيها أقواتها في 4 أيام سواء للسائلين. هذه أمور علمية عظيمة جدا، نسبية عظيمة جدا. والمعروف الآن أن الزمن في الأرض ليس هو الزمن في القمر، ليس هو الزمن في المريخ، ليس هو الزمن في الكواكب الأخرى. وبالتالي فيجب أن نحترم كل يعني أن نحترم أكثر من أن نحترم، أن نقدر ما جاء في القرآن الكريم وفي سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن نفهمه على ضوء يعني الأدوات والوسائل التي تستعملها يعني الدراسات العلمية الحديثة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.